هي ايوه انت وزنك زاد؟ ايوه زاد، هات مقاسات زياده مش مشكله، المهم ان انت تتعايش مع السمنه. بتقول ايه؟ كمان رجلك وجعاك بسبب وزنك الزياده ده؟ هات مسكنات، اهم حاجه تتعايش مع السمنه. وانا الحقيقه لما كان وزني زايد حاولت اتعايش مع السمنه ونجحت؟ لا فشلت. هي ايوه انت عايز تبقى رشيق؟ تبقى رشيق يعني اشترك في القناه بس كده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. ولو انت لسه جديد معانا في القناه ما تنساش تنزل تشترك في القناه عشان يجيلك اشعارات بالفيديوهات اللي هتشجعك بشكل يومي ان شاء الله باذن الله. طبعا التعايش مع السمنه، الحقيقه لما كان وزني 122 كيلو كنت بحاول اتعايش مع السمنه، كنت بحاول ان انا اشتغل نفسي الحقيقه، وان انا اقول ان انا عادي ده وزني عادي وفي ناس زيي كتير وانا حواليا كتير وشبهي ويمكن في ناس ازيد مني في الوزن وهكذا وعايشين عادي، فانا مش وزني زياده زي فلان، واقعد اجيب امثله للناس علشان خاطر اضحك بيها على نفسي. والحقيقه كان وزني عمال يزيد وكان بيزيد معاه المشاكل وكان بيزيد معاه الامراض. انا النهارده جاي بتكلم من قلبي علشان خاطر انصح ناس كتير بتحاول ان هي تعمل ده مع نفسها، الا وهو موضوع التعايش مع السمنه. هل تقدر ان انت تتعايش مع السمنه؟ هل تقدر ان انت تتعايش بوزنك الزياده ده؟ لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان خاطر جسمنا يشيل يعني متوسطات من الكيلوغرامات، القلب بتاعنا ما يستحملش الزيادة في الوزن ده لفترة طويلة، رجلينا كمان ما تستحملش، العمود الفقري ما يستحملش، كل أجهزة الجسم بتاعتنا ما تستحملش الدهون الزيادة دي لفترات طويلة، ممكن لفترة قصيرة لغاية ما أنت تعدل أمورك وبعد كده ترجع تاني إن شاء الله، لكن لو زودت عن الموضوع ده هيبتدي الموضوع يتفاقم معاك، وهو ده اللي حصل معايا زمان. على مستوى اللبس أنا كان لبسي طبعًا زي ما كنت يعني بتفرج على صوري كلها تلاقي عندي الزرار اللي كان بيطير، زرار كده ناحية الكرش، كنت كل لما اجي اقعد الاقي الزرار ده يطير، ممكن يجي في عين حد، ممكن يعني لا قدر الله يطيرها خالص يعني، وبالتالي كنت كل لما الزرار ده يتقطع كان معايا ابرة وفتلة والله العظيم، يعني كان معايا في الشغل كده ابرة وفتلة اقعد اخيط العروة بتاعت الزرار، فيا اما الزرار يطير يا اما العروة تبوظ، فكان يعني الدنيا كانت بايظة معايا، وكنت كل لما الاقي ان الدنيا ضاقت معايا بدل ما افكر ان انا اقلل كرشي، لا ده انا كنت بفكر ان انا ازاي ان انا اجيب لبس اوسع. والحقيقه كنت بدور على كل البراندات او كل المحلات اللي يكون فيها المقاسات اوسع، لغايه ما خلاص جبت اخر كل مقاس في كل المحلات العاديه، وبعد كده ابتديت الاقي نفسي ان انا هتجه للمقاسات الخاصه. ساعتها اخدت زي كده اكني حد ضربني على دماغي يعني، ابتديت افوق فعلا. والحقيقه كان تزامنا مع ان انا ما كنتش بقدر امشي على رجلي، كان عندي خشونه في الركبه، ابتديت ان انا اخد مسكنات، كنت اروح للدكتور يقول لي يا ابني ارحم نفسك من الكرش اللي عندك ده علشان تخلص من الهم ده، ويزيد عليها طبعا ضغط الدم المرتفع، لقيت ان الدنيا ابتدت ان انا بشتغل نفسي مش هقدر اتعايش مع كل الحرب دي، لا ده بقى في امراض وكان في حاجه نفسيه وان انا مش قادر انزل ومش قادر اخد نفسي، حاجات كتير جدا انت مش هتقدر عليها، لو انت دلوقتي بتقدر تتعايش مع جسمك لفتره صغيره او ان انت عمال تجيب لبس واسع او ان انت ما بتخرجش من البيت او ان انت لا هتلاقي نفسك بعد كده الموضوع بيتفاقم معاك، مش هتقدر تتعايش ابدا مع جسمك، لازم تاخد وقفه مع جسمك بقى، لازم تاخد موقف، لازم ان انت تقول لا لازم اتغير. علشان كل اللي انت كنت بتعمله ده مسكنات، اللبس الواسع اللي انت بتشتريه ده مسكنات، حتى المسكنات اللي انت يعني بتحاول ان انت تعالج بيها الالم اللي انت بتتألمه ده دي مسكنات، حتى لو انت ضغطك كان عالي زي حالاتي كده وكنت باخد حاجه عشان تخفض الضغط فدي كانت مسكنات مش حاجات اساسيه. الحقيقه لما انا خسيت اللهم لك الحمد لقيت ان الحياه بسيطه جدا، واتكلمت عن بساطه الحياه ده في فيديو قبل كده، ان لقيت ان الدنيا بسيطه، ان انا اللي كنت بعمله ده ان انا نازل عمال ادور على لبس على مقاسي ويبقى شكله مناسب ويبقى غامق علشان خاطر ما يبينش الكرش اللي انا فيه والزياده اللي انا فيها وهكذا، لا ان انا اقعد اروح لدكتور علشان خاطر ان انا اشوف دكتور كويس عشان يعالجني. طب ليه ده كله؟ ليه الهم ده كله اصلا؟ ليه ان انا عمال اجيب الهم لنفسي وانا في لحظة ممكن اتغير، في لحظة ان انا اتحكم في بقي، في لحظة ان انا اقعد مع نفسي كده واقول والله انا عندي مشكلة مع نفسي. مشكلة مع نفسي ايه؟ ان انا عمال اكل عمال على بطال. طب ان انا ازاي اتحكم في الشهية دي؟ ان انا ابتدي ان انا اكل اكل صح،
ابتدي اجرب الاكل الصحي ده لمده اسبوع، الاقي النتيجه بقت حلوه، جسمي بقى مرتاح، نفسيا بقيت مرتاح، شكلي ابتدى يتغير، اكمل على كده. لكن للاسف الشديد ناس للاسف بتحاول ان هي تتعايش بشكل يعني كبير جدا، لدرجة ان انت لما تيجي تقول للحد مثلا، حد انت عزيز يعني عزيز عليك وانت يعني يهمك فعلا ان هو يتغير، وتقول له اتغير، يقول لك انا عاجبني شكلي كده. انت مش عاجبك شكلك كده، لان انا كنت في مكانك في يوم من الايام ابقى كذاب لو انا قلت لك ان انا كان عاجبني شكلي كده. عاجبني شكلي كده ازاي يعني؟ يعني بلغدي ده، بخدودي دي، بكرش ده ازاي يعني؟ يا سيدي حتى لو شكلك كويس، فرضا ان هو شكلك كويس، هل انت صحيا كنت كويس؟ لا، مش قادر امشي على رجلي. لا، يقول لك ده انا خفيف، ده انا بص بقى يعني ايه ده انا بتحرك، انت ما يغركش جسمي ده، لا ده انا بتحرك وبجري. انت خفيف، ممكن تبقى خفيف 5 دقايق، لكن تقدر ان انت تتحرك كتير؟ لا. الحمد لله الواحد بيبقى حاليا ان هو بيبقى عايز يوصل لمكان بيروح، عايز ينزل مثلا دنيا زحمه، لا ينزل يتمشى، لا ياخد العجله وينزل يتمشى بيها، يمشي بيها مسافات كبيره وهكذا، اللي هي الدنيا بقت بسيطه. لكن للاسف الشديد في ناس بتحاول ان هي تضايق نفسها وبتحاول ان تتعايش مع هذا الامر، وتقول ده امر واقع، وان انا ده جسمي ودي حياتي وعمري ما هتغير تاني. اوعى تقول لنفسك كده، لان هيجي عليك وقت وهتلوم نفسك على اللي انت وصلت له ده، هتلوم نفسك ان انت ما خدتش الموضوع من البداية، وان انت اخرت الموضوع على نفسك. صدقني كل يوم بيعد عليك وبيفوت عليك وقت انت بتخسر فيه نفسك اكتر واكتر، وكل يوم انت بتبدأ فيه بدري وتغير فيه نفسك بدري انت كسبت نفسك. عشان كده ما تجبرش نفسك ان انت تتغير غصب عنك، لانك هيجي عليك وقت هتتغير غصب عنك، مش هتقدر ان انت تستحمل، مش هتقدر تستحمل وجع السمنة، مش هتقدر تستحمل بس وجع خشونة الركبة وانت بتتحرك كده وركبتك تورم كده، زي حالاتي زمان ركبتي كانت بتورم من كتر النار اللي كانت فيها. كل ده انت مش هتستحمله بعد كده، كل ده هتفضل تلوم نفسك 100 مرة ان انت اخرت ده في حق نفسك. عشان كده بقولك لو انت من البداية خالص عندك اي زيادة 5 10 كيلو 15 كيلو اي زيادة في جسمك، اخلص منها بدري بدري، ما تأخرش. الناس اللي وزنها زيادة ولسه بتتدلع ولسه عمالة تهزر وتقول انا هاكل كحك العيد وبعد كده هكمل، قوم وكمل، علشان صدقني والله ما في حاجة هتنفعك، ما في اكل هينفعك، وصدقني انت هتدعيلي من قلبك بعد كده لما تغير من نفسك، لما تشوف حلاوة التغيير وحلاوة الحياة اللي انت هتعيشها ان شاء الله. تحياتي ليكم، واتمنى ان انتوا تكونوا مستفيدين من هذا الفيديو، وان انت فعلا يكون وصل لقلبك، علشان لو وصل لقلبك هتلاقي نفسك بتتغير، وهتلاقي نفسك بتقوم وتغير نفسك، وهتبعد عن اي حاجة وعن اي مسكنات، وهتاخد القرار وتنسف الموضوع من اساسه عشان تغير نفسك من الاساس. تحياتي ليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ضيعه، والسلام عليكم ورحمة الله. وطبعا زي ما وعدناكم ان احنا كل يوم مع الفيديو هيكون في تذكرة بنظام يوم بيوم، والنهاردة اليوم الرابع، وطبعا عندنا الفطار هيكون فيه توست وعسل، اللي الفطار اللي انتوا بتحبوه او معظمنا بنحب يحبه، الاثنين توست بني مع المعلقتين العسل النحل الاصلي وكوبايه حليب خالد دسم، او تقدر ان انت تعمل وصفه من هذه الوصفات، فتت التوست وهكذا، او ان انت تبدل التوست البني برغيف خبز سن اللي هو بيبقى فيه رده كتير، او نص خبز بلدي اللي هو او البر، الخبز البلدي اللي هو زي اللي بيتباع في الافران العاديه زي بتاعه اللي هي الحكومه يعني، اللي هي الافران البلدي مع بطاقة التموين عادي خالص، ده يعتبر من الخبز البلدي. نروح للغدا، هنلاقي بروتين خفيف ممنوع النشويات فيه، بروتين خفيف مع الخضار. العشاء هيكون عندنا 2 زبادي و250 جرام او 250 جرام جبنة قريش، ووجبتين خفيفة بين الفطار والغدا، وبين الغدا والعشاء هتلاقي بين الفطار والغدا كوباية حليب خالد دسم، ممكن تحط عليها معلقة قرفة لو حبيت، وبين الغدا والعشاء عندك صحن شوربة خضار. طبعا عندنا السناكس الثابتة اليومية في نظام جميع الأوزان والأنظمة الأخرى أيضا بتختلف، في يعني كوباية حليب زيادة مثلا زي نظام المرضعات، أو ثمرة فاكهة زيادة في نظام الأشبال وهكذا. لكن في نظام جميع الأوزان فعندنا طماطميتين، جزرتين، خيار زي ما أنت عايز، قتة زي ما أنت عايز، الخس زي ما أنت عايز، البصلتين، البتنجانية، معلقة زيت الزيتون مهمة جدا، وطبعا ليه كوبايتين حليب خالد دسم
بحد أقصى خلال اليوم إن لم يتم ذكرها في النظام. نروح لنظام المرضعات اللي بيختلف عن نظام جميع الأوزان. عندنا على الريق كوباية من الماء زائد 2 معلقة صغيرة من عسل النحل. اختيارات الفطار عندنا نص كمية النشويات مع البروتين. الغداء عندنا من غير نشويات والعشاء فيه نشويات نص كمية النشويات اللي احنا معتادين عليها. أما بين الفطار والغداء فيه وجبة خفيفة حبة متوسطة من البطاطس حوالي 70 جرام مع كوباية حليب خالي الدسم، وبين الغداء والعشاء حوالي 20 جرام حب دوار الشمس غير مملح اللي هو من غير ملح يا جماعة. نروح لنظام الأشبال اللي بيشبه لحد كبير من نظام المرضعات، ونفس الكلام برضو في الاختيارات وبيختلف بس لا ما بيختلفش عنه برضو. عندنا برضو نفس الكلام في النشويات في الفطار، العشاء فيه نشويات برضو نص كمية النشويات، أما الغداء فممنوع فيه النشويات وبرضو حب دوار الشمس 20 جرام في الوجبة بين الغداء والعشاء، وحبة متوسطة من البطاطس مع كوباية حليب بين الفطار والغداء. وبكده نكون انتهينا من شرح سريع وعرض سريع لنظام اليوم الرابع من التحدي الأول لمسابقة لا يا ناس الحقوني تعبت من دهوني. تحياتي ليكم واستودعكم الله، واتمنى منكم الالتزام. ولو عجبك تقديم النظام مع الفيديو بشكل يومي ياريت تكتب لنا ده في التعليقات علشان نستمر في تقديم النظام مع الفيديو. تحياتي ليكم والسلام عليكم. في طرق كتيرة جدا للحصول على أنظمة لو نفسك تخس. أسهلها أن أنت تدخل على جوجل وتكتب لو نفسك تخس بس، هيطلع لك كل حاجة خاصة بلو نفسك تخس، سواء قناتنا على اليوتيوب، صفحتنا على الفيسبوك زي ما انتم شايفين دي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس الصفحة الرئيسية، وكمان لو دخلت على قناتنا على اليوتيوب هتلاقي قناة كبيرة جدا اسمها لو نفسك تخس. وكمان تقدر تحمل تطبيق لو نفسك تخس على موبايلك الاندرويد بكل سهولة وبينزل عليه الأنظمة كل يوم. وكمان عندنا موقعنا الرسمي لو نفسك تخس.